سلام عليكم جميعا، وأسعد الله أوقاتنا جميعا. إن شاء الله دائما بالخير والعافية. ندوتنا اليوم هي، أنا أعتبرها ندوة مميزة، ليس فقط في موضوعها لكن بالمتحدث فيها. دعوني قبل أن نتحدث عنه أن أشير أنه يعني في المنطقة العربية كما نعرف كثيرون كتبوا ويكتبون عن أوضاع المنطقة العربية وعن ضرورة النهضة العربية داخل المنطقة، يكتبون ذلك أو حتى خارجها، يعني إن كان في أوروبا أو في أمريكا أو في أماكن متعددة، ويكتبون عن أهمية التكامل العربي وعن ضرورة الوحدة العربية وعن مشاريع مهمة لنهضة عربية جديدة. لكن أجد أنه ربما معظم هذه الكتابات يعني تؤكد أو تركز على الحيثيات، على أسباب الدعوة للتوحد العربي، على الحاجة للتوحد في المنطقة العربية، بينما نجد فعلا أن هناك قلة من هؤلاء الذين يركزوا على الكيفيات، على سؤال كيف ممكن أن نصل إلى التغيير الأفضل، إلى النهضة العربية، كيف يمكن تحقيق التكامل العربي الموجود. يعني ما زلت أذكر الله رحمه الله دكتور عصمت سيف الدولي، وهو كما يعرف ربما معظمكم هو مفكر قومي عربي مصري، كان مميز فعلا بمحاولة الربط بين النظريات أو الشعارات أو الأهداف وبين كيفية الوصول لها. يعني كنا نقرأ كتاباته عن الوحدة العربية ثم يكتب عن الطريق للوحدة العربية، كنا نقرأ كتاباته عن الاشتراكية العربية وكان أيضا يكتب عن كيفية الطريق لتنفيذ هذا الشعار أو هذا الهدف. يعني طبعا كانت تعني له كثيرا، يعني مسألة الكيفيات أو كيف يمكن الوصول إلى ما كان يدعو إليه من نظريات وأفكار، يعني تركز كلها كانت على مسائل الحرية، على الترتيب حتى هو الذي وضع الحرية والوحدة والاشتراكية. هذه الشعارات الثلاث يعني فعلا بحاجة لها الأمة العربية الآن كما كان بحاجة لها من 50 سنة في الفترة التي كان يكتب فيها عصمت صيف الدولي. لكن لاحظوا معي أنه هذه الشعارات الثلاث اللي أيضا تميزت فيها تجربة جمال عبد الناصر بالخمسينات والستينات عن الحرية والوحدة والاشتراكية، للأسف بعد 50 سنة الآن، يعني عم نتحدث من بعد وفاة عبد الناصر عام 70 إلى الآن، ما زالت هذه الشعارات شعارات. نرى حتى يعني هناك حالات معاكسة لهذه الشعارات ازدادت لحالة الحرية ولحالة الوحدة ولحالة العدل الاجتماعي. وهذا يعني أن هناك في مشكلة، يعني ليست في الطروحات الفكرية بمقدار ما هي بالآليات، بكيفية الوصول لهذه الأهداف التي منذ القرن الماضي يتم عن أهميتها وعن الحاجة لها، لكن حالة الانحطاط تزداد للأسف الآن وتتعاظم الانقسامات، ليس فقط بين الدول التي نبغي أو نريد أن تتوحد، ولكن أيضا نجد الانقسامات تتعاظم حتى داخل بعض هذه الأوطان. من أشهر قليلة جدا، يعني كانت ربما خلال ندوة الدكتور هاني بوردي الذي تحدث معنا من جامعة ميشيغان عن تاريخ الهوية العربية أو تاريخ هوية العرب الأمريكيين الذين قدموا للولايات المتحدة. منذ يعني تلك الندوة تعرفت بواسطة الإنترنت على ناشط عربي بمدينة ديربون بولاية ميشيغان الأمريكية، وهو الأستاذ وسام شرف الدين. ولا أخفي عليكم أني لمست فيه وعنده ما هو يجعلني أتفائل بمستقبل عربي أفضل. وسام شرف الدين هو من أصل وطني لبناني، درس ويعمل ويقيم الآن في ولاية ميشيغان الأمريكية التي هاجر يعني إلها، وهو يدرس كان فيها وثم يعني يعمل الآن في ولاية ميشيغان. لكن ما هو لفت انتباهي أنه وسام شرف الدين لم تجعله أمريكا والهجرة إليها كما جعلت الكثير من الشباب والطلاب العرب الذين يهاجرون إلى الولايات المتحدة، لم تجعله يعني يهاجر أيضا قضايا وطنه وقضايا أمته العربية. وجدناه يستخدم ما هو درسه في الجامعة من علوم في الهندسة الإلكترونية وغيرها، وجدناه يستخدم ذلك لصالح بناء وتأسيس وإشراف على وعمل مع يعني أنشطة ومؤسسات فكرية وثقافية وأدبية تؤكد على المشترك بين العرب، وترفض عمليا الاستسلام للأمر الواقع الانقسامي اللي نراه سائد ليس فقط في المنطقة العربية لكن حتى في داخل الولايات المتحدة، بين أبناء الوطن الواحد وبين أبناء الهوية
العربي الواحد، وجدناه أيضا يبحث ويكتب حول كيفية ممكن يعني إمكانية تنفيذ ما هو يتم طرحه كشعار له علاقة في النهضة العربية وفي التكامل العربي. واهتماماته تجاوزت بشكل واسع وكبير دراسته بالهندسة الإلكترونية، وجدناه يجمع مع هذا الاهتمام الفكري والثقافي، وجدناه يهتم بقراءة تجارب من كانوا في القرن الماضي من العرب يحاولون الوصول إلى حالة التكامل العربي، وجدناه يهتم أيضا بقراءة تجارب شعوب أخرى ومقدمتها ربما التجربة الأوروبية. أنا أحيي يعني وجود معنا الأستاذ وسام شرف الدين اليوم، وأحيي ما هو عليه كشاب عربي، وأقول شاب لأنه كما أشرت قبل أن أبدأ هذه الندوة هو من مواليد 1976، يعني له الآن 45 سنة، عنده 45 سنة الآن، وهذا يعتبر ما زال في عمر الشباب وهو يخوض لسنوات يعني كل ما كنت أشير إليه. فهذا يعني أن هناك أمل كبير فعلا بأنه نجد هذه النوعية من الجيل العربي الجديد الذي لم تجعله حتى الهجرة أنه ينسى هموم وقضايا وطنه، أن يعمل قدر الإمكان على تحقيق ما هو عملي لقضايا نظرية وفكرية تطرح في المنطقة لسنوات. أنا أرحب فيك يا أستاذ وسام، وأرحب طبعا بكل من معنا في هذه الندوة، وأترك الكلمة لك الآن لحديث جميعنا. أنا نريد أن نسمع كيف أنا وجدت في كتابك الأخير الذي هو موجود على أمازون عن الدولة العربية المنتظرة، كيف تجد أنه ممكن تحقيق هذا الهدف على المستوى العربي؟ تفضل يا أستاذ وسام. شكرا أستاذ صبحي، وشكرا لمركز الحوار العربي ولجميع الأساتذة الكرام المشاركين في حضور هذه الندوة. أنا في الحقيقة أشعر بنوع من الخجل أن أكون بين يدي هؤلاء الأساتذة الكرام المخضرمين في العمل القومي والثقافي العربي، وأنا تلميذ من تلامذتهم. في الحقيقة ما يفعله المركز الحوار العربي والكثير من المؤسسات العربية على مستوى المؤسسات أو حتى على مستوى الأفراد من يعني إيجاد هذه المنصات الثقافية واستخدام الأثير والإنترنت لنشرها وجعل المادة التوعوية العربية هي من أسباب وعوامل التي جعلت شاب مثلي يعني يحصل على المعلومات التي يبحث عنها ويستفيد منها. فأنا أشد على يديك أستاذ صبحي في هكذا عمل، وهذا يعني هكذا برنامج ومشروع قد أقمته منذ عام 1994 إلى الآن سوف تكون ثماره أكثر بكثير كلما قدم الزمن به، سوف ترى الكثير من ثماره والأكثر من ثماره قد لا تراها ولا نراها في حياتنا. وهذه أهمية هذه المشاريع التي تسجل يعني documents يعني الثقافة العربية اليوم التي هي مهددة ومستهدفة. فمجرد إيجاد هذه الثقافة وتسجيلها ونشرها بحد ذاته نوع من المقاومة والدفاع عنها. سوف بس أبدأ بمقدمة صغيرة، وهي المقدمة التي كتبتها في الكتاب واقتبست من قصيدة التأشيرة لهشام الجخ، وهي قصيدة ليست مهمة من ناحية يعني أهميتها لا تنبع من ناحية اللغة العربية وإجادتها للشعر، أهميتها الأكبر هي في مدى انتشارها وتحمس الشارع العربي لها مما له مؤشرات كثيرة نحن بصددها اليوم. يقول في آخر القصيدة: أحذركم سنبقى رغم فتنتكم فهذا الشعب موصول، حبائلكم وإن ضعفت فحبل الله مفتول، أنا باق وشرعي في الهوى باقي، سقينا الذل أوعية، سقينا الجهل أدعية، مللنا السقي والساقي، سأكبر تاركا للطفل فرشاتي وألواني، ويبقى يرسم العربية ممشوقا بهامته، ويبقى صوت ألحاني، بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني. هكذا ينهي قصيدته التأشيرة التي قرأها في خضم الربيع العربي عام 2011، والتي حظيت بتجاوب تاريخي من الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج،
ينهيها بالإنذار والتأكيد على بقاء حس الأخوة والعزة للإنسان العربي مهما كانت المحبطات. ليس من المستحيل أن نقيم دولة عربية واحدة أيها الإخوة، إنما المستحيل الذي نعيشه هو أن تبقى بلادنا العربية بعد أكثر من 100 عام على سايكس بيكو تطبق مشاريع الاستعمار فيها. لقد آن الأوان لي ولك لنحدد مصيرنا ونغسل أدران الاستعمار والجهل عنا، ونكمل المشوار الذي بدأه إخواننا وأخواتنا في أوائل القرن العشرين عندما قرروا أن البقاء بذل تحت الحكم العثماني الذي غدا أشبه بالاستعمار منه بالوطن، وما فتئ يغامر بحياة الشعوب الرازحة تحته هو الاستسلام للموت، فقرروا الانفصال عن ذلك الجسد الضعيف وأن يمسكوا بزمام مستقبلهم بأيديهم، فنهضوا نهضة ثقافية واقتصادية واجتماعية ثم سياسية، وأسسوا جمعيات لبلورة فكرهم وتنظيم أمرهم بسرية وذكاء للإفلات من قمع ودموية الحكم التركي. ومن ثم صارت ثورة عربية كبرى نجحت بتحرير الدولة العربية من الحجاز إلى سوريا، وغدت عاصمتها دمشق، ولكنها لم تلبث أن سقطت بمؤامرة الاستعمار الفرنسي لبريطانيا. ما أعنيه من الدولة العربية هو إعادة الصياغة السياسية للمنطقة لتتوافق مع ضمير الشعوب وحقها في اختيار مصيرها. وما أعنيه من الدولة العربية هي دولة واحدة ضميراً وثقافة ووجداناً ووعياً، ولكن سياسياً يعني على المستوى العملي هي مشروع كونفدرالية تجمع الدول العربية، فتبقى كل حكومة وكل رئيس وكل ملك ورئيس وزراء في كرسيه، ويبقى كل مواطن يحمل جواز سفره من دولته ولكن يتمتع بحرية السفر بين أعضاء الكونفدرالية والسوق المشتركة كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي. وتسعى الكونفدرالية إلى توحيد السوق عن طريق توحيد العملة وفتح الحدود أمام المنتجات ورفع قيود التجارة بين الشعوب العربية، كما وأنها تعمل على سياسة خارجية واحدة ومنظومة دفاعية متحدة. إخواني، في هذا الكتاب أنا لن أقوم بطرح ما هو في الكتاب، سوف أوجز باختصار 3 رسائل لهذه المحاولة، وقد سعيت جهدي أن تكون قصيرة، يعني حاولت أن أتجاوز مسألة يعني تجميع المعلومات وإيصال المعلومة، لأننا في زمن ليس هناك مشكلة في تحصيل المعلومة، فحاولت أن فقط أضع رؤوس أقلام وأثير بعض الفضول لمن ليست لديه تلك أو هذه المعلومة لكي يحصلها بنفسه، ولكن أردت ما بعد المعلومة هي حفز الهمم وجعل هناك نوع من الخارطة، خارطة الطريق العملية لأن نغير حالنا ونستخدم تلك المعلومات وهذه الثورة الثقافية العربية سوف أتكلم عنها بعد قليل أن نحولها إلى عمل وإلى مشروع عملي، لأن في الحقيقة نجد أن هناك شرخ ما بين العمل الثقافي العربي منذ يعني فترة طويلة جدا، عقود من الزمن، وبين بلورة وتجلي هذه المشاريع الثقافية والأطروحات الثقافية والوعي الثقافي تجليه عمليا أو تأثيره بالسياسي. فإذا هناك نقاط أهدف من إيصالها. النقطة الأولى هي في خضم هذه الهجمات الشرسة على الهوية العربية، بحيث أتفاجأ يوما بعد الآخر بأني أخسر صديقا هنا وهناك قد ضاعت منه هويته العربية. يعني أتفاجأ عند صديق يقول لي أنا لا أعتقد أني عربي، أو إلى صديق آخر يقول لي بلسان عربي طليق أنه هو ليس عربي، إنما هو مثلا فرعوني أو هو كذا أو كذا. أدعو في هذا الكتاب إلى فهم الهوية العربية فهما صحيحا حداثويا. هذا الفهم بحد ذاته هو مقاومة للاستعمار، لأن الاحتلال لبلادنا لم يكن صعبا أمام التقدم العسكري في مقابل الانحطاط الذي وصلنا إليه
تحت ظل الحكم العثماني، ولكن الاستعمار الثقافي هو ما كان وما زال يفشل فيه عملية الاستعمار والإمبريالية العالمية إلى اليوم. لا أريد أن أستخدم مصطلحات تعودنا عليها في الخطب القديمة، لأن أريد أن أطرح هذه المفاهيم من ناحيتي أنا، من جيلي ومن فهمنا الحديث للأمور. ولذلك لم أذكر في هذا الكتاب التجربة مثلا من التجارب المهمة جدا، تجارب الخمسينات والستينات. أردت أن أتجاوز الذاكرة القصيرة وأذهب إلى الذاكرة البعيدة وأبدأ من هناك. فهم الهوية العربية، فهم صحيح، فالهوية العربية أمست هوية ثقافية اندماجية. أنا عربي بالإضافة إلى هويات أخرى مندمجة مع هويتي كإنسان عربي. ممكن أن أكون عربي أمريكي كلداني، ممكن أن أكون عربي مصري قبطي، ممكن أن أكون عربي ماروني لبناني، ممكن أن أكون عربي أمازيغي مغربي، ممكن أن أكون عربي كردي سوري، ممكن أن تكون عربي وأنت لا تتكلم اللغة العربية، وممكن أن تكون عربي وأنت خال من الجينات العربية، ويمكن أن تكون عربي وقد ولدت في البرازيل وغيرت دينك وفقدت لغتك وفقدت أي جنسية لك من أي دولة سياسية عربية، ما زلت عربيا، لأن الهوية العربية هوية ثقافية. أنت عربي لطالما أنك تحمل ضمير هذه الأمة وتنتمي إليها، تاريخك متصل بتاريخها وذاكرتك متصلة بذاكرتها، وتقاليدك ورغباتك وأحاسيسك ومشاعرك ووجدانك يتناغم معها. وأردت أيضا أن أؤكد على سيادية هذه الهوية الطبيعية الفطرية الوجدانية أمام هويات أخرى، يعني constructs، modern constructs قد بنيت لنا حديثا، مثل الهويات الوطنية القطرية العربية. هذه هويات رسمها لنا رجالات في مكاتب الخارجية في فرنسا وبريطانيا وإلى ما هنالك، ليست هويات طبيعية. نعم، ممكن أن ننتمي لتلك الهويات وأن نفتخر بها وأن نتناغم معها، إلا أنه من غير تعارض مع هويتنا الأكبر وهي الهوية العربية. وهناك من يريد لهذه الهويات أن تتضارب، فيجب أن نكون على حذر من ذلك. هذه الهويات تندرج تحت الهوية الكبرى، ويجب أن لا تعترضها أو تطغى عليها أو تظلمها حقها، لأنه يصبح انقلاباً على الذات وعدواناً على المشاعر وتقويضاً للأصالة والانتماء. الرسالة الثانية لهذا الكتاب هي دعوة لإعادة قراءة تاريخنا العربي المعاصر الممنوع من القراءة، لا سيما الحقبة التأسيسية له، أي عصر النهضة العربية وما تبعه من نهضة سياسية. في الحقيقة نحن لم نقرأ بعد عصر النهضة العربية، يعني عصر النهضة العربية عندما دخلت المطبعات إلى العالم العربي، إلى الإسكندرية وبيروت، وتفجرت الثقافة العربية من هؤلاء الشباب والمفكرين الذين كانوا يشتعلون ثقافة وهمًا لأوطانهم، و منهم من يدرس في الخارج ويتواصلون مع بعضهم البعض ويؤسسون المنتديات والجمعيات والمؤسسات، وتفجروا كتابة ووعيا وعطاء. ما كتب في عصر النهضة أولا في ذلك الزمن لم يكن هناك آلية نشر تلك الكتب في العالم العربي، ثم فيما بعد تركيب هذه الدويلات أصبحت السياسة لها دور في إبراز ونشر هذه الكتب وعدم نشرها ودراستها في الجامعات وعدم دراستها. طبعا هناك دول عربية متصلة مع عصر النهضة أكثر من دول أخرى، ولكن بشكل عام عصر النهضة إلى الآن لم يقرأ بالشكل الذي ينبغي، وهو فيه من المادة الدسمة والمادة المغذية للعقل العربي ما يكفيه. يعني تخيل أنه ما كتب بين 1860 و1920 الآن هي مادة نحن بحاجة إليها اليوم،
وهي مادة غنية جدا. فكيف بكل ما كتب بعدها من 1920 إلى اليوم، وهي أيضا مواد هائلة. المقصود أنه هناك فكر وثقافة هائلة في العالم العربي. نحن لا نعيش فقرا ثقافيا ولا نعيش فقرا فكريا في العالم العربي. التاريخ أيضا متصل، كيف تلك الثقافة مباشرة تحولت إلى عمل سياسي كان له الأثر الأكبر في أن تخرج منطقتنا بأي نوع من أنواع الاستقلال أو أي نوع من أنواع الحفاظ على الذات أو الكرامة. يعني هناك دول استعمرتها بريطانيا 150 سنة، بينما المناطق العربية لم يستطع الاستعمار أن يلبث فيها طويلاً، وذلك بسبب الوعي الشعبي. هذه كان هناك اتصال مباشر بين ثقافة عصر النهضة وبين العمل السياسي في عصر النهضة وما بعده، بينما لا نجد ذلك اليوم. اليوم غدت الثقافة العربية ثقافة يعني مكرسحة للأسف، ليست لديها القوة أن تقوم وتمشي، وليست لديها جوارح لأن تغير بها واقع الأمة. مثلا إذا لم نفهم الجمعية العربية الفتاة، يعني إذا إنسان عربي لا يعرف الجمعية العربية الفتاة، هذه مشكلة. هذه الجمعية التي أسسها مجموعة من الشباب من مختلف البلاد العربية، والتي انطلقت من لا شيء، من فكرة، من هم واحد، وانطلقت لتأسيس خلايا في شتى المناطق العربية، وكان لها دور في تأسيس المؤتمر العربي الذي عقد في باريس 1913، ثم انطلاق الثورة العربية. الثورة العربية انطلقت من رحم الجمعية العربية الفتاة وجمعية العهد كما تعلمون، وعلى أساس بروتوكول دمشق الذي كتب في عام 1915 في دمشق. الثورة العربية من المفاهيم المغلوطة التي يعني سعى الاستعمار في الحقيقة. يعني تجد حتى المصطلحات التي يستخدمها الاستعمار، مثلا يستخدم مصطلح ثورة الشريفيين، لا يستخدم مصطلح الثورة العربية. حتى إذا تقرأ بدقة بناء على كتاب فيصل The First، وهو كتاب حديث يعتمد على الكثير من الوثائق البريطانية التي كشفت مؤخرا، أن كان هناك تلاعب في الألفاظ في حتى الترجمة. فعندما يستخدم مصطلحات لترضية العرب في اللغة العربية، الترجمة في الإنجليزي تكون مختلفة، وتكون المصطلحات التي يريد الاستعمار أن تستخدم في الإعلام وفي غيره. مثلا بدل استخدام كلمة العرب، استخدام كلمة الهاشميين، أو استخدام مصطلح مثلا الدولة العربية أو البلاد العربية، استخدام مصطلح الحجاز بدله. فإذا هذا التاريخ أعتقد أنه من المهم أن يفهم، لأنه هويتنا العربية السياسية الحديثة ولدت من تلك الحقبة وتلك الفترة، ونحن بحاجة إلى إعادة فهم هويتنا على هذا، من ذلك المنطلق الخالي من الشوائب التي منيت بها لاحقا. نعم، وفهم أيضا ما فعله الاستعمار في نقد العهود العربية. يعني المشروع الذي بدأته تلك الجمعيات وتلك الجهود في ذلك الوقت، وثم ارتطمت بحائط الخيانات وبحائط الاستعمار الشرس، وأيضا تخلي العالم عن مبادئه وتخلي الدول عن مبادئها. يعني أضرب مثال، عندما عول العرب على 14 نقطة لبريزيدنت ويلسون الأمريكي في مؤتمر فرساي، الذي كان يؤكد على حق الشعب في أن يحكم ذاته، the consent of the governed،
وكان تواجدهم في مؤتمر فرساي يسعى إلى التدخل الأمريكي، ونجحوا في يعني إيجاد لجنة كينج كرين بوصاية أمريكية. طبعا فرنسا حاربت هذا المشروع، وبريطانيا أيضا حاربت هذا المشروع ولم يشارك به. يعني فرنسا وبريطانيا امتنعا عن الاشتراك في لجنة كينجز كرين، فكانت لجنة أمريكية. فنجح العرب في استثارة المبادئ الأمريكية في حق المحكوم أن يختار طريقة حكمه، في خلق هذه تلك اللجنة التي ذهبت لاستقصاء رأي العرب في حكمهم. ورجعت اللجنة طبعا بالتقرير الواضح الذي كان يعني يعبر في الحقيقة عن يعني العرب وضميرهم وخيارهم خياراتهم، رغم أنه كان هناك محاولات كثيرة لإفشال تلك اللجنة وإرسال العملاء ل يعني خلط الآراء العربية بآراء تحبذ الانتداب، إلا أنه كان ذلك التقرير بالنهاية في مصلحة العرب، ولكن لم يستخدم ذلك التقرير، ولم تستخدم نتائج تلك اللجنة، ولم تذهب إلى أي مكان، بقيت حبرا على ورق. فإذا كل هذه الإحباطات وهذه الخيانات، هذه كلها دروس لدينا في التاريخ يجب أن نتعلمها ويجب أن نعرفها، ونعلم أنه لم نأتي نحن من فراغ، إنما كان هناك مجموعة كبيرة من التحديات التي تجاوزناها وسطرنا بذلك قصص من البطولات لا تعد ولا تحصى، والمسيرة مستمرة. الشعوب لا تنال استقلالها بيوم وليلة. فإذا هذا يعني أهمية تلك الحقبة وذلك التاريخ. الشعوب التي تتوقف عن المقاومة، مقاومة الاستعمار، تندحر ويعني تمحى من الذاكرة والتاريخ، كما حدث نوعا ما بالهنود الحمر في أمريكا أو حضارات أمريكا اللاتينية. فهذه الرسالة الثانية هي رسالة دعوة إلى دراسة ذلك التاريخ والاستمرار في نفس ذلك الخط التاريخي للحفاظ على الأمة. لا نبدأ من الصفر، هي عملية استمرار. نحن يجب أن ندرك أن المعركة لم تنتهي، وأننا لم نخسر المعركة، وأن المعركة مستمرة عن طريق جهود المثقفين والنشطاء العرب والمخلصين لهذه الأمة لنيل كامل استقلالها وعزتها وكرامتها. فنحن نرى الوضع الذي نعيشه اليوم، الأمة اليوم، وهذا أكبر حافز لأن يدعو إلى التغيير وإلى يعني فهم أن واقعنا اليوم هو نتيجة لإخفاقات ماضية، والسكوت عن ذلك إنما سوف يؤدي بنا إلى الانحدار أكثر فأكثر. يعني أنا ولدت في 76 كما ذكر الأستاذ صبحي، ومنذ ولدت إلى اليوم العالم العربي ليس في موقع أفضل مما كان عليه، إنما في الأعم الأغلب في موقع أسوأ بكثير مما كان عليه في 76. ولا أعتقد أن المستقبل سوف ينذر بخير إذا لم يكن هناك جهود جدية للقيام بهذه الأمة، الذي أقول أنه لا يمكن أن يكون إلا بالعودة إلى الضمير الواحد للأمة، ولو كان عن طريق كونفدرالية عربية. ثالثاً، الرسالة الثالثة والأخيرة هي دعوة إلى تحويل الثقافة إلى مشاريع عملية. يعني أنا من الذين يؤمنون بأن هناك نهضة ثقافية في العالم العربي، الشعر والكتاب والأبحاث الثقافية ومعارض الكتب والمنتديات الثقافية والأدبية، الموسيقى والأفلام ومحطات اليوتيوب والمدونات، اللقاءات الثقافية، الجرائد والمجلات والصفحات الإلكترونية، والدول الداعمة للثقافة، المشاريع الداعمة للثقافة، من قطر إلى الشارقة إلى بغداد إلى تونس إلى مصر إلى الجاليات العربية في الاغتراب، ومراكز الدراسات العربية في الجامعات العالمية، ومراكز الحوار مثل مركز الحوار العربي، هذه المراكز العربية الثقافية المنتشرة في أنحاء العالم. كم هائل من الثقافة، ثم تأتي للشعوب وتجد ليس لديها الماء ولا الدواء
ولا الكهرباء. الثقافة يجب أن تكون لها يدين تطش بهما، وقدمين تمشي عليهما، وجوارح تحس بها الواقع، وتجس بها نبض الشارع، وتشد على يدي العمال والمصلحين والثوار وأهل التغيير. وهذه هي الثقافة الفاعلة. يعني أذكر مثال في محادثات أوسلو الأولى، عندما أرسلت منظمة التحرير ممثلين عنها، أرسل يعني إسرائيل أرسلت أستاذين من الجامعة. التفتت لهذه النقطة، أنه كيف يمكن أن تصبح أساتذة الجامعات هؤلاء المتخصصين الأكاديميين الأخصائيين في هذه المعلومات، كيف يمكنهم أن يكونوا كنزاً للأمة العربية، ويمكن أن يكونوا امتداد للحركة السياسية العربية. اليوم لا، هناك فصل وشرخ ما بين الجامعات وبين السياسة، وبين الشعوب وبين السياسة. رأينا كيف أن الهوية العربية التي وحدت الجالية العربية مثلاً في منطقة ديربون، كيف أنجزت انتخاب أول مايور عربي في ديربون، الشاب عبد الله حمود الذي أصبح هو عمدة مدينة ديربون في الشهر الماضي أو هذا الشهر، في أوائل هذا الشهر. وذلك كان إنجازاً لأن العرب جميعهم في هذه المدينة وقفوا جميعاً تحت هوية واحدة، الهوية العربية الأمريكية، وصوتوا سوية، فكان لهم نجاح في ذلك. إذا لم نستطع أن نحول الثقافة إلى عمل، سوف تموت الثقافة ويبقى الانحدار. لا تستطيع الثقافة أن لا يكون لديها مشروع سياسي يقف معها. فإذا اعتزلنا المشاريع العملية وركزنا فقط على الثقافة، حتى الثقافة لن نستطيع أن نستمر فيها. يعني لو أن مثلا هذا المشروع يتبناه مشروع سياسي، يصبح هذا المنبر منبرا على مستوى العالم العربي. هذه الفضائيات من الشرق إلى الغرب تملأ الدنيا، ما هي المواضيع التي تطرح فيها وعليها؟ فكل ثقافة، مثلا كل ثقافة مقاومة التطبيع منذ يعني أن تأسست تلك الدولة في منطقتنا إلى اليوم، ما كل هذه الثقافة لم تؤثر على عملية التطبيع التي قامت في كثير من الدول اليوم. كيف يمكن لشعوب كاملة تحمل هذه الثقافة ومتصلة اتصالا مباشرا بدمها وقلبها وعقلها مع فلسطين، كيف يمكن أن يكون هناك إهمال كامل لها ولضميرها ولحقها في تقرير مصيرها، وأن تتجه بعض الحكومات اتجاها مغايرا لذلك؟ هذا الشرخ ما بين الثقافة وبين السياسة. فإذا أدعو في هذا الكتاب يعني محاولة أخيرة للدفاع عن الهوية العربية بتسليح الثقافة بالعمل. فيجب أن يكون العمل السياسي مقرونا بالعمل الثقافي، ويجب أن يتحول الرأي إلى رأي جماعي، والرأي الجماعي إلى بيان، وإلى تصويت، وإلى انتخابات، وإلى مفاوضات. وأضع في ذلك مشروعا، وأضع يعني مثل ما قلت له الأستاذ صبحي، أنا شوي يعني أفكر بطريقة المهندس بسبب دراستي، فوضعت مخطط، يعني اقتراح، وهي طبعا أفكار يعني نضعها بين يدي القراء وأصحاب الشأن حتى نفعل التفكير بهذا الاتجاه. وضعت مشروعا أفقيا ومشروعا عموديا. المشروع العمودي هو أن تتبنى أحد الدول العربية مشروع الكونفدرالية العربية، وتصبح هي دار الهجرة التي يهاجر إليها العرب. فكرة في نقطة مهملة في الكثير من المشاريع العربية، هي إهمال الاغتراب العربي. الاغتراب العربي اليوم
هو طبعا هو لأسباب نحن نأسف لها، ولكن اليوم هو يعتبر طاقة هائلة جدا من جميع أنواع الاختصاصات والسكيلز والمهارات والتخصصات، وأيضا القوى اليد العاملة وقوى الاستثمارية رؤوس الأموال في أنحاء العالم. يعني مثلا خذ لبنان مثالا، الذي يبلغ عدد سكانه ما بين 4 إلى 6 مليون، بينما يعد المغتربين اللبنانيين ما بين 12 إلى 16 مليون لبناني. وانظر إلى تلك الطاقة الاغترابية كم يمكن أن يكون لديها أثر على ذلك القطر، وهكذا الاغتراب العربي بشكل عام هو أحد مصادر القوة لأي مشروع عربي يستقطب المغترب العربي. يعني خلينا نذكر أنفسنا أنه المشروع اللي هو مفروض أن يكون مستحيلاً، مشروع دولة إسرائيل التي قامت به الحركة الصهيونية، قام فقط على المغتربين، يعني على الجاليات اليهودية في أنحاء العالم. تخيل بنوا دولة من لا شيء فقط بناء على القوة لتلك الجاليات الموجودة في مختلف أنحاء العالم. فإذا المشروع العمودي هو أن تتبنى دولة أو أكثر ذلك المشروع، والمشروع الأفقي هو كيف يمكن أن ننظم أنفسنا. وطبعا أتكلم في الكتاب حول عدم تحفيزي لخيار إنشاء حزب لأسباب عديدة فصلتها في الكتاب، وإنما على غرار المؤتمر العربي، كيف يمكن أن يكون هناك مؤتمر عربي ذات قرار سياسي يمثل الجاليات العربية في كل مكان، وأيضا الشعوب العربية في بلادها. وهذا ما دعوت إليه عن طريق تنظيم الذات، عن طريق جميع ما هو عليه كل الجمعيات تمثل في لجان محلية ثم مناطقية ثم قطرية، إلى إنشاء مؤتمر عربي ثاني كما كان المؤتمر العربي الأول، لأن يقوم بقرار سياسي عربي حديث. فهذا هو المشروع الأفقي، كيف تصبح آراءنا وتجمعاتنا الثقافية، كيف نترجمها إلى قرار سياسي. وطبعا نحن لدينا قوة في أصواتنا، في تأثيرنا، إذا كنا مغتربين في تأثيرنا على سياسة البلد الذي نحن فيه، وإذا كنا نعيش في الوطن العربي فنحن أبناؤه، يعني فلدينا حق الدخول في التصويت لمرشحين وإلى آخره في الدول الديمقراطية وغيرها. لدينا حق أيضا أن ندلو دلونا في إعطاء رأينا والتأثير على الرأي الشعبي. فإذا لدينا أثر، نحن لدينا أثر، ولسنا منزوعي الإرادة ومنزوعي الأثر، ولكن كيف ننظم ذلك في إطار كبير يجمعنا ونحن متفقين عليه بشكل عام. ده Arab Index، يعني في عام 1971 كان الإحصاء أن 97% من الشعوب العربية تريد الوحدة العربية. شوف بعد كل تلك الإخفاقات من 71 إلى اليوم بعام 2020، The Arab Index قام بإحصاء طلع 81% من الشعوب العربية تحبذ الوحدة العربية. تخيل 81%، لا تستطيع أن تغير هذا الإنسان العربي، لا تستطيع أن تخرجه من هذا الضمير الذي يحمله ومن هذا الوجدان القوي الذي يجمعه بالجميع، وأنا أتكلم عن ذلك بتفصيل في الكتاب. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، بعتقد تجاوزت وقتي أستاذ صبحي. يعني النقطة الأخيرة بس حبيت أذكرها، أنه يجب أيضا أن يعني ننظر بتفاؤل وبإيجابية للمشاريع التي تقوم على هذا الأساس، مثل مشروع مثلا الشام الجديد، مبادرة طيبة من العراق بالتضامن مع الأردن ومصر في إنشاء نوع من التعاون الاقتصادي. وعلى فكرة في الاجتماع هم تكلموا أيضا عن تدريبات عسكرية مشتركة، فإذا المشروع أكثر من اقتصادي، ولربما وهناك من يقول ذلك أنه هو بذرة لكونفدرالية عربية قادمة. شكرا لكم جزيلا لك يا أستاذ وسام. وطبعا من يطلع على الكتاب كما حصل معي وطلعت على الكتاب
يجد الكثير من التفاصيل التي أشار إليها الأستاذ وسام، خاصة في القسم الثالث الذي تحدث عنه، يعني عن تفاصيل كيفية الوصول إلى حالة الدولة العربية الكونفدرالية. هذا أمر في رأيي يعني بحاجة إلى الاطلاع على الكتاب ومضمونه، عسى إن شاء الله يتيسر لكم، موجود على التشات التي وضعت الآن كيفية الحصول على الكتاب، وموجود بالخبر الذي أرسل عن الندوة اليوم، إذا تجدون باللون الأزرق على عنوان الندوة يوصلكم إلى ما هو متوفر على أمازون كيفية الحصول عليه. أهمية الجزء الثالث الذي أشار له الأستاذ وسام، أنه يقوم على كما هو أشار على يعني خلانات المسألة بجانبين، جانب له علاقة في وجود الدولة التي تتبنى، وهنا ذكرني في حديثه بالدكتور نديم البيطار رحمه الله الذي كان أيضا يتحدث عن أهمية الدولة القاعدة الإقليم، وكان يعتبر طبعا مصر أن هي الأساس في ذلك، وأنه بحاجة دائما أي مشروع وحدوي في المنطقة، وحتى تاريخيا كلنا نعرف ذلك، أن يكون لمصر دور القائد القيادي بهذا المعنى. يعني الجزء الثاني الذي تحدث عنه الأستاذ وسام، أو المسألة الثانية هي سميها الأفقية، لها علاقة أيضا في الحالة المنشودة تنسيقيا، يعني هو عمليا يدعو إلى مؤتمر شبيب الذي حدث من 100 سنة، ولكن بآليات متوفرة الآن لم تكن متوفرة من 100 سنة. الآن يكفي كما نحن الآن يعني معنا أشخاص من عدة دول عربية ومن ولايات أمريكية ومن كندا، فهذا يعني أنه هذا الأمر أسهل تنفيذه مما كان من 100 سنة، اللي هو عملية التنسيق بين من هم يعتقدون يعني بما هو أشار إليه في هذا الكتاب. أعتقد يعني في المسألتين هناك حاجة إلى جهد كبير، إذا كان المسألة الأولى تحتاج إلى دولة لا نعرف كيف يمكن أن تحصل وأين ومتى، لكن القسم الثاني متيسر من خلال ما هو يحدث على وسائل الإنترنت الآن، من حالة تنسيقية عمليا بين هذه الفعاليات العربية، نموذج على ما هو نراه في ندوة مركز الحوار. فأمل إن شاء الله أنه في هذه الندوة أن نستفيد أكثر في الحديث عن الكيفيات في هاتين المسألتين. لكن بهمني أني أشير، وأنا سعيد جدا أنه معنا اليوم الدكتور بسام نعماني من بيروت، وهو سفير لبناني سابق في عدة دول، وكان أيضا الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية، لكن في فترة أعتقد لما كان سفير بتونس، الآن هو يصححني إذا كنت مخطئ، أيضا أصدر كتاب مهم عن سايكس بيكو، وأشكره بعد هذه السنين الطويلة على إرسال الكتاب لي. لكن حاولت الآن أو قبل الندوة أني أجده بين الكتب الموجودة معي، لم يتأثر ذلك، فأمل أنه هو منه نسمع أيضا ما هو له تعليق على موضوع ندوة اليوم على مقال الأستاذ وسام، وأيضا يعرفنا فقط بشكل سريع عن هذا الكتاب الذي أصدره من عدة سنوات. مرحبا بك يا دكتور بسام، وأرجو تفتح الميكروفون عندك إذا ممكن. شكرا أخي صبحي. بالنسبة لبعض الموضوعات اللي أثارها الأستاذ وسام شرف الدين، ذكرني بنقطتين. بالنسبة لتقرير لجنة كينج كرين اللي تحدث عنها، الحكومة الأمريكية في ذلك الوقت طمست التقرير، يعني بعد ما أعد التقرير سنة 1919 لم ينشره لأسباب كثيرة، بس أحد الأسباب أنه التقرير أوصى بعدم تنفيذ وعد بلفور، ونادى بعدم يعني حصول انتداب فرنسي أو بريطاني وإعطاء استقلال للشعوب، إنه هذه كانت إرادة الشعوب. لم ينشر التقرير الأصلي إلا بعد حوالي 3 سنوات، يعني 1922 تم نشر التقرير. يعني في الدول الكبرى لا تعلن كل شيء، يعني هناك أشياء كثيرة تحافظ عليها بشكل سري ولا تنشره إلا بعد مرور الوقت. النقطة الثانية اللي أثارها الأستاذ وسام شرف الدين هو موضوع الترجمة.
هناك أخطاء في الترجمة دائما موجودة يعني. الغربيين يخطئون أحيانا في ترجمة كلمات دقيقة يعني. وأيضا للأسف الشديد أن العرب أيضا ليسوا دقيقين في الترجمة. أيام هناك حالات كثيرة يقومون بترجمة غير حرفية. ومنا اتفاقية ساكس-بيكو. هلا لأعطي مثال على ذلك، من قرأ اتفاقية ساكس-بيكو؟ من قرأ؟ يعني من قرأ النص؟ حتى هون عليكم، لما بدأت أنا كتابة الكتاب عن ساكس-بيكو اكتشفت إنه أنا نفسي لم أقرأ النص الأصلي، يعني يمكن قرأته بالماضي عرضا ولكن لم أمسكه بيدي وبدأت أن أقرأه كلمة كلمة. للأسف شعوبنا العربية بشكل عام يعني تستند إلى يعني حضارتها شفهية أكثر ما هي يعني نصية أو على تهتم بقراءة النص. يعني نحن نحب أخذ المعلومات شفهياً، إنه نتواصل وخبرني شو صار وإلى آخره، شو آخر الأخبار وإلى آخره. ما بنحب نقرأ يعني، ما بنحب نقرأ. رغم يا دكتور، رغم يا دكتور بسام إنه أول كلمة في القرآن الكريم اقرأ وليست اسمع. تماماً تماماً 100%. يعني الجملة الأولى في اتفاقية ساكس-بيكو، الجملة الأولى في النص تقول إن حكومة فرنسا وحكومة بريطانيا مستعدة لإعطاء دولة عربية أو لحماية دولة عربية كونفدرالية في حال العرب على الأتراك. هي أول جملة يعني أصبحت باب وثيق بين الثورة، ثورة الشيخ حسين والثورة العربية على الدولة العثمانية، وبين إقامة نظام جديد في المنطقة. فنحن في ذهننا دائما لما نحكي عن ساكس-بيكو بنفكر انه والله هذا مخطط سري انعمل لفرض الاحتلال البريطاني والفرنسي على المنطقه بدون اعلامنا، بينما هم كانوا واعديننا بالاستقلال. بس لما تقرا النص الاتفاقيه بحد ذاته بتلاقي انه هن ربطوا بين الاثنين. هل يعني جاي ان اذا لو لم تحصل الثورة العربية هل يعني ذلك أنه ما كانوا حيعطونا الاستقلال؟ لا، ما كانوا حيعطونا الاستقلال، ولكن كانوا حيرتبوا الأوضاع بطريقة معينة أو بطريقة أخرى. فهناك ارتباط وثيق بين الموقف العربي الذي اتخذ بالحرب العالمية الأولى وبين اتفاقية ساكس-بيكو. وسوف أختم يعني إنه لما كنت عم بكتب الكتاب اللي صدر من حوالي 5 سنين بمناسبة 100 عام على ساكس-بيكو، كنت عم دور على النص العربي، ما هو الترجمة العربية لهذا النص. وجدت أن النص العربي لم ينشر إلا مرة واحدة سنة 1925، صحافي سوري اسمه نزيه العظم نشره في كتاب، وأخذه هو عن طريق جريدة فرنسية أو كتاب فرنسي فنشر النص من 1925 ل 1969، يعني نحكي حوالي 50 سنة،
لم ينشر أي كتاب عربي النص الأصلي لاتفاقية سايكس بيكو، لم ينشرها أحد. سنة 69 قامت وزارة الإرشاد القومي في مصر أيام جمال عبد الناصر بنشر وثائق تتعلق بالمؤامرات العربية الغربية على المنطقة ووعد بالفور وكذا، وضعوا النص في هذا الكتاب، وأنا أفدت به كتابي هذا النص من هذا الكتاب سنة 69. أما بكل هذه الفترة وكل الحركات العربية والثورات العربية التي كانت تثور على سايكس بيكو وترفض سايكس بيكو ولا تريد سايكس بيكو، فهي كانت تتخذ الموضوع كشعار كشعار، ولكنها لم يسنح لها أن تقرأ النص بتفاصيله. لا تؤاخذيني على الإطالة وشكرا. شكرا لك. بالعكس يا دكتور بسام، وأعمل أيضا أنه يتيسر الاطلاع على الكتاب لأنه على ما أذكر هناك معلومات مهمة جدا يعني لقراءتها عن هذه الحقبة ببداية القرن العشرين. فشكرا لك، وأرجو طبعا أنه تستمر معنا بهالندوة ونشوفك الندوات القادمة كلها كمان معنا. أستاذ وسام، قبل ما أدخل بالآراء والتعليقات والأسئلة من المشاركين معنا، هل عندك تعليق؟ لا أشكر، يعني أشكر سعادة السفير على هذه المعلومات طبعا، ويعني هذه من الأمور التي كنت أقصد أن أقول المهم أنه ندرسها وأن نعيها ونفهمها. ويعني أنا كتبت مرة مقال عن الكتب التي يجب أن يقرأها كل عربي، يعني ومنها Line in the Sand، وهو كتاب حديث حول يعني فترة حقبة سايكس بيكو، وأيضا طبعا كتاب The Arab Awakening لجورج المشهور حول الثورة العربية وما بعدها. فهناك كتب كتبها الغربيين التي تصف الواقع بشكل دقيق والتاريخ بشكل دقيق، ونحن محظوظين وموجودة باللغة الإنجليزية للأجيال التي تلد هنا وتريد أن تفهم تاريخها. شكرا لك سعادة السفير. وشكرا لك ايضا. حياخذ مجموعه من التعليقات الان. شفت ايضا اسم الدكتور علي عجم ينضم لنا، مرحبا يا دكتور علي. طبعا السفير اللبناني السابق ايضا كان عندنا ندوه جميله جدا معه مع الاستاذ مسعود المعلوف الاسبوع الماضي عن نعمه الوطن ونقمه النظام، فاهلا فيك يا دكتور علي. وبدي اشير طبعا انه الاستاذ وسام هو بمؤسسة موجودة بميشيغان أيضا مهم التعرف عليها، هي المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون، وبرأسها الدكتور علي عجمي، وفيها عدد من الأشخاص الناشطين والفاعلين، دكتور هاني بورد كما أشرت في البداية، والسيدة كرام، والأستاذ نبيل الدكتور نبيل الخطيب، ومجموعة من الأشخاص اللي ناشطين فعلا في إطار هذه الجيل، وطبعا معهم أنا أسميه الدينامو في هذا المركز الأخ وسام. فأهلا فيك يا دكتور علي، وأيضا بهمني لاحقا نسمع أيضا رأي منك، وإن كان شتك حتكون مجروحة بالأخ وسام طبعا، لكن خليني أبدأ مع الأستاذ عمر زين من بيروت، وهو محامي وأمين عام سابق أحد محامين العرب، وبعدين زي ما عنده مين الأستاذ قاسم الوزير نسمع منه، الدكتور جمال برغوتي من تكساس. تفضل يا أستاذ عمر، افتح الميكروفون عندك. الحقيقة ما قدمه الأخ وسام بالنسبة للنقاط الثلاثة فعلا نقاط يعني جديرة بالاهتمام، وتشكل الحقيقة مظلة فكرية لتحرك ما. أنا الحقيقة حابب يعني أقول أنه أنا يعني عندي الطريقة دائما الطريقة العملية هي التالي، إنه كيف يمكن أن نحقق يعني روح وحدوية للأمة. هلا طبعا هولي النقاط الثلاثة طبعا ممكن يكونوا هن نوع من يعني مظلة ليها النبض الوحدوي أو الروح الوحدوية المطلوبة. على موضوع الكونفدرالية أو غير الكونفدرالية، يعني أنا بشوف جمع الدول العربية لما طلعت أخذ بشكل أو بآخر يعني بشكل حكاية خينا الأخ وسام
تشكل يعني بمعرض الفهم الوحدوي تشكل كونفدرالية بشكل أو بآخر، يعني ما بالضرورة بحرفيتها، لكن مع الأسف يعني هناك في سوق عربية مشتركة ما حدا بيشتغل فيها ولا حدا بيحركها. في عنا اتفاقية الدفاع المشترك كمان كذلك، يعني في عدة أمور ممكن تعمل يعني نوع من روح عملية وحدوية. مع الأسف في يعني ملف خاص بهالموضوع، إنه المنطقة هذه من بعد ما زرعت الكيان الصهيوني زرع بيناتنا هو لتحطيم الروح الوحدوية بالأمة، وبالتالي حلت محل الروح الوحدوية حلت القطرية بشكل أو بآخر. أنا عندي بس تعليق لسعادة السفير، ما فهمت أنا يعني وكأنه فهمت أنه البند الأول يعني يعني وكأنه سايس بيكو هي لصالحنا أو لكذا، أنا بتحكي بالكونفدرالية يعني بأول بند فيها، ما يعني أنا تربينا نحن بقراءات متعددة، طبعا ما أنه أخذنا الاتفاقية تماما، لكن أنه سايس بيكو هو يعني القاعدة الأساسية لتقسيم المنطقة بالشكل اللي حصلت فيه، واللي هلأ يعني تقسيم المقسم إلى أو تجزئة الحالة إلى أجزاء متعددة، والقاعدتها هي الحقيقة سايس بيكو مثل ما نحن نعرف. والإنجليز لما طرحوا موضوع يعني هالقصة أنه والله دولة فيدرالية أو كونفدرالية، هي بعتقد يعني بهذاك الوقت ضحكوا على يعني على القاضي بهذاك الوقت الشريف أو يعني أحد القيادات العربية بهذاك الوقت، صدق أنه والله فعلاً ممكن رأسوا على دولة من الحجاز للشام، وهي بالواقع كانوا عم يشتغلوا إنه كل جزء معين يكون يجيبوا عائلة من العائلات ويعملوا لها جيش وموسيقى ونشيد وشغلات من هالنوع، ويعني يتحصنوا بهالأشكال المتعددة. أنا بقول إنه هالمظلة اللي تفضل فيها الأخ وسام، مع طبعا مع أمور أخرى ما لح أطرحها الآن هلأ بحث، مع أمور أخرى ضرورية تشكل مشروع النهضوي للأمة، أنا بشوف الحقيقة في خطين ضروريات ينشغل عليهم، هي الاتحاد هلأ بغض النظر شو رأينا فيها، لكن لازم ينشغل إنه كل الاتحادات العربية المهنية وغير المهنية على المستوى العربي لازم يكون لها دور أساسي في يعني تجميع روح الأمة. وأنتم بتعرفوا يعني شو عملوا العمال العرب يوم يلي رفضوا يعني يفرغوا بضاعة أمريكية بيوم من الأيام بعهد عبد الناصر، وشو صار بهذاك الوقت. حصلوا يعني أنا بشوف أنه في دور أساسي للاتحادات العربية لازم ينشغل عليها، لأنه هذه بتشكل يعني نوع من عصب أساسي. كذلك الضغط على يعني أن تقوم هناك مؤسسات اقتصادية خاصة على المستوى العربي يكون فيها من كل البلاد العربية، لأنه هذه بتعطي نوع من يعني كمان بتنمي روح وحدوية، خاصة إذا تكون هالمؤسسات عابرة للدول العربية، فبتكون كتير مهمة يعني لأنه بصيروا طبيعة عملهم واحد وأفكارهم واحدة بالعمل على الأرض بكل المؤسسات الشركات الاقتصادية العابرة للدول العربية. وبالتالي بعتقد هالخطين
هلا ما بعرف اذا الجامعة الدول العربيه فالج ولا تعالج، وانتم بتعرفوا هلا بالوضع التطبيعي يلي حاصل، يعني كيدون اردون بعمليه الجامعة الدول العربيه عباره عن جيفي غير صالحه لاي شيء على الاطلاق. فبدنا الهيئه التفكير على طريق مهمه عن طريق هالجهتين اللي انا يعني ذكرتهم. شكرا. شكرا لك يا استاذ عمر، وانت اشرت لانه تمامي عن دور الاتحادات والنقابات، وسبق كان عملنا ندوه حتى خاصه عن هالموضوع، وكانت باقتراح من الدكتور جمال بربوتي من تكساس، حنسمع رايه ايضا، واتمنى للاستاذ وسام ياخذ نوت لانه حيرجع طبعا يعمل تعليق على كل ما يسمعه لنا. تفضل يا دكتور جمال. شكرا جزيلا. أريد أن أشدد أن الكتاب موجود على أمازون ونزلته على الكيندل، الكيندل فاير very quickly، ما ثواني. فالكتاب الأخ وسام كتاب قيم جدا ومهضوم جدا بوضوحه وبأمثلة كثير من الواقع وترابط سلس بين التاريخ العربي منذ عهد الخلافة الراشدي حتى اليوم، من عصر الدولة الواحدة إلى عصر الدويلات بعد سقوط بغداد، وما أشبه الليلة بالبارحة، وبين سقوط بغداد تحت سنابك خيل التتار وسقوط بغداد الحديث تحت صواريخ الفانتوم توجهها غرفة قيادة في عاصمة عربية. قائمة طويلة جدا طرحها الأخ وسام من المنصات الثقافية لتفعيل الحركات القومية الوطنية وتحويل الثقافة إلى عمل ومشروع سياسي، وكما قال الأخ عمر زين عن التنظيمات الثقافية والعمالية من محامين، أطباء، أطباء أسنان، عمال، فلاحين، معلمين، وكل هذه عندها نظام داخلي وفعاليتها مهمة جدا، وكثير منها محاصر من الأنظمة الاستبدادية. الحقيقة أنا بدي أطرح سؤال معكوس عن بدال ما نسأل شو ممكن نعمل للوحدة العربية وتفعيل التنظيمات، أنا بدي أسأل السؤال بصورة عكسية وأقول ما المانع أن يقوم منهم على نفس الصفحة مثل المجموعة اللي هان من أن يكونوا رواد لجعل مدينة أو قرية واحدة ضيعة صغيرة في هذا العالم العربي الممتد تكون نموذج لدولة عربية واحدة، لمدينة عربية، لضيعة عربية نظيفة موحدة ناجحة في إطار مواردها الدائبة الذاتية وجهود أبنائها لتصبح مزار مثل ما كانت باريس كوميونز للشباب العربي، وبسرعة. يعني المؤهلات موجودة، الفرصة موجودة، والخلق موديل مثل ما بيعملوا في العقارات، البيت اللي مصمم لناحية بالآلاف الفلل مثلا. تحياتي. شكرا لك يا دكتور جمال. الفكرة اللي طرحتها بالحقيقة في شيء منه عم يتم التحضير له، يعني سمعت الكلام دكتور علي عجمي ولان نرجع نسمع منه بعدين أيضا أكثر عنها، السعي لجعل ديربورن في الولايات المتحدة عاصمة الثقافة العربية، وبالتالي ربما ما تطرحوا على مستوى المهاجرين على الأقل أنه يكون في النواة كما تحدثت أنت وأشرت إلى باريس، أن تكون في ديربورن المتوفرة فيها المواصفات، خاصة بمؤسسات مثل اللي أشرت لهم واللي عم يتحركوا بشكل ثقافي عربي جيد. خلينا نسمع من دكتور عبد الناصر الخليل، وبعدين زي ما عنده منها دكتور علي عجم يسمع رأيه أيضا. تفضل دكتور عبد الناصر من واشنطن. دكتور عبد الناصر. مساء الخير لجميع الحضور وللضيف. مساء الخير لجميع الحضور وللأخ وسام. الحقيقة جهد مشكور. كنت أود أن أرى أن يعني لو وضعت هذه الأفكار في سياق تقييم المناخ العالمي بطبيعة الحال، الدول العالم صغيرها وكبيرها يفضل أن لا يتعامل مع جسد كبير، وإنما يعني كلما صغرت حجوم الدول وإمكانياتها التي يتعامل معها كلما شعرت دول العالم براحة أكبر وقدرة أكبر على يعني على السيطرة أو فرض أو كسب فوائد اقتصادية وفوائد تجارية أكبر.
بطبيعة الحال تجمع عربي حتى في مناخ الإقليمي سيواجه صعوبات جمة، خصوصا مع وجود الكيان الإسرائيلي والدور الوظيفي الحقيقي الذي أنشئ من أجله هو بالضبط منع التوجه نحو أي شكل من أشكال الوحدة العربية سواء كان فيدرالية أو كونفدرالية. أضيف عليها أنه أي وحدة عربية أو أي تنسيق عربي صاحب المصلحة فيه هو المواطن العربي، لكن هو ليس كل مواطن عربي. المواطن العربي الذي يعني يتحصل على آلاف الدولارات وهو جالس في منزله قطعا لن يستفيد من هكذا وحدة، لأنه سيجد نفسه في محصلة في نهاية النهار مضطر للعمل لكسب دخول أقل مع توزيع الثروة بشكل عادل. بنفس الشكل المواطن العربي الذي يحمل جواز سفر يمكنه من الذهاب في أي مكان وفي أي وقت هو غير المواطن العربي الذي يجد نفسه محاصر في بلده بغض النظر عن الظروف الاقتصادية والدوائق الاقتصادية التي يعاني منها. إذن يعني هناك تحديات كبيرة لهكذا مشروع على مستويات مختلفة، فأين المفر وما هي الوسيلة للتعامل مع هذه الصعوبات؟ تاريخيا لو نظرنا إلى الوحدة الإيطالية على سبيل المثال، كيف حدثت غاريبالدي، حالة ألمانيا كذلك، كيف تحققت الوحدة على يد بسمارك. الوحدة الألمانية الحديثة الآن حدثت بطريقة أشد سلمية، لكن الدافع الاقتصادي والمناخ العالمي هو الذي أهب لتحقيقها، يعني توحيد ألمانيا الشرقية والغربية. يعني هذه المعالجة التي كنت أرغب في رؤيتها في الكتاب القيم الذي تكلم عنه الأخ وسام. شكرا لك دكتور عبد الناصر، تساؤلات مهمين نرجع نسمع فيما بعد تعليق طبعا الأستاذ وسام عليها. نسمع الآن من الأستاذ قاسم الوزير، طبعا كاتب ومفكر وشاعر من اليمن ومقيم في منطقة واشنطن، وبعدين نسمع من الدكتور علي عجمي من ميشيغان. تفضل يا أستاذ قاسم. أستاذ قاسم طيب دكتور علي أرجو تفتح الميكروفون عندك. رئيس أمانة دكتور علي كمان عنده مشكلة بالميكروفون. طيب نسمع من الأستاذ حسن مطر من بيروت من لبنان، وهو أيضا من المحامين. تحياتي للوسامين حقيقة، فقال لي قالوا وناقشوا يعتبر أوسمي، ونحن معهم بأنه مشكلتنا في المنطقة العربية مشكلة غياب الثقافة، غياب دورها، لأن الشعوب لا تتقدم ولا تنهض بدون ثقافة. وبنعرف ثورات العالم المتقدمة مثل الثورة الفرنسية صنعتها أفكار الأدباء والمفكرين وليس قبضايات الأقوياء ولا مدافعهم ولا أسلحتهم. اللي بيبدأ بالنهوض بالمدافع ينتهي، واللي بيبدأ بالفكر وبالثقافة يستمر. بيهمنا كتير نطلع على الكتابين سواء سايسبيكو اللي أنا معه، أنه كثير من العرب ربما خاصة الحكام لا يقرؤون ويمنعون القراءة ويمنعون المراكز والأبحاث الفكرية لأنه بيعتبروها ضدهم، لأنه بحدود عقلهم الوراثي وعقلهم التملكي وعقلهم السلطوي وعقلهم الدكتاتوري بدهم الأمة والشعب والأرض والدنيا تكون مثلهم، ما بيفكروا بأمة. ولذلك هن لو درسوا بس الأسباب التي سقطت فيها الدولة العربية الإسلامية في الأندلس بعد 800 عام وقدي أظلمت للأمم كل حضارات كانوا اعتبروا، بس ما بدهم يعتبروا يا أخي العزيز. فالثقافة أساس، ويا ريت فينا نحصل على هذه الكتب سواء بسايسبيكو اللي ما بيعرفوا. كنا نمشي بمظاهرات كنا أطفال، فبنقول وعد بالفور، يعني واحد من فوق. ف
فمثل ما تفضلتوا الشعارات بتاخذنا كثير، لانه المصالح الشخصيه ما شفنا ثقافه وبكل تواضع وبكل حقيقه وصراحه الا في الخمسينات والستينات لما عبد الناصر فجر عمليه الثوره الحقيقيه والشعبيه والفعليه، فنهضت مصر ثقافيا. اليوم مين بيسمع مصر ومين بيقرا لمصر؟ وين الصحافه؟ وين الكتاب؟ نحن اخبارنا كلها ما في حرب عربية بيقول لك كم قتيل راح وشو الخسائر، بنقراها من صحف أجنبية. تعودنا أنه نتلقى ونسينا أنه نحن نصنع ونفكر ونتابع. ما بدي كتير أخذ من أوضاع غيري، لكن ما قاله الأستاذ عمر زين دقيق وصحيح ومهم، لأنه المهم إعادة روح الوحدة العربية. وخلينا نبدأ مثل ما قال عبد الناصر، نبدأ بالتضامن العربي يا أخي. وأنا بدي أقول أنا حاقد على الجامعة العربية لأنه لا دور لها، بالعكس عم تلعب دور عكسي. الوضع الثقافي مفروض وين الجامعة العربية؟ وين التضامن الثقافي اللي بتعمله بين الدول العربية؟ وين الكتاب الواحد المشترك اللي بتكتب فيه عن تاريخنا؟ كثير من القضايا كان لازم تكون هذه الجامعة. أنا مع إنهاء هذه الجامعة، وبعض الأصدقاء اللي خايفين أنه تقوم جامعة الشرق الأوسط بوجود إسرائيل، هذا نوع من التخويف، وهذا يعني فكر تخويفي أكثر منه فكر إنتاجي. نحن بدنا أفكار إنتاجية ثقافية وعربية بهالإطار. ندوة رائعة ودائما مركز الحوار العربي اللي يعني ما كتير بيدعموه لأنه بيحكي الحقائق وبيجيب دائما شخصيات مستقلة، لكن لو كان مركز للاستعراض أو للدعاية ضد العرب والعروبة أو يعني ما نراه من بعض الموبقات كانت انهالت عليه المساعدات وإلى آخره. الجامعة العربية تكون هي المركز الثقافي والمهم، بس بدنا أمين عام قوي وبصلاحيات قوية مش سياسية، ثقافية بهالإطار. الله يعطيكم العافية، ما بدي طول. شكرا، بارك الله فيك. شكرا لك أستاذ حسن مطر من بيروت. وطبعا مشكلة الجامعة انعكاس لمشكلة الحكومات ومشكلة المكان الذي عليه وما يسمح له وما لا يسمح له. على أي حال نتابع التعليقات. بدي أعرف بس ليش الأستاذ قاسم مفتوح الميكروفون عنده ما يسمعني يمكن، والدكتور علي عجمي نفس المسألة الميكروفون عنده مقفل. وبودي كان نسمع من الأستاذ وليد كيلاني من تكساس كمان، لكن هياخد إذا كان ما عنده مانع الدكتورة أميرة عرفات والأستاذة بس. سامع أنا سامع. أهلا يا أستاذ وليد، لأنه عنده المشكلة ما عم يفتح عنده الميكروفون. يا أستاذ صبحي أنا معك. أهلا يا دكتور علي. طب اسمح لي يا أستاذ وليد هنأخذ الدكتور علي ونرجع لنا. تفضل يا دكتور علي، أهلا فيك. أول شيء يعني مساء الخير إلك ولا أستاذ وسام ولا سعاد السفير نعماني ولا كل الله يخليك. أنت الهيئة عم بتسوق، بدي تسوق على مهلك بس أنت. لا وقفت السيارة أنا وكنت بمشوار، أنا والدكتور نبيل كنا بمهمة. تلفل لفؤاد، ما يتلفل لي هلا. تفضل. لا تفضل تفضل. بداية بدي اتوجه بالثناء للحد الأقصى للزميل السيد وسام. وسام يمتلك هذه القدرة الهائلة من الطاقة، هذه القدرة الهائلة من العطاء، من البحث، من المتابعة، لدرجة أنه أنا أكاد أحسده على ذلك. ولكن في المقلب الآخر هذا الجهد مشكور، مشكور إلى الحد الأقصى، ولكن يا صديقي يا وسام، يا صديقي أيها الوسام، نحن نعيش مع كتابك في حلم بات أشبه بأضغاث أحلام. من أين لنا أن نبحث أو ننظر أو نحلم حتى بالدولة العربية المنتظرة، بأن نجري أو ننظم أو نصل إلى كونفدرالية عربية تجمع هذا الشتيت من العرب، في الوقت نفسه الذي نشهد في كل ركن من أركان، في كل قطر من أقطار الدول العربية بالكاد يتوحدون.
بالكاد. أنا أرى أنه قبل أن نبحث في مشروع الكونفدرالية العربية، في مشروع الوحدة العربية، فلننظم أنفسنا على أساس كل قطر عربي على حدة، ليتحد كل قطر إذا كان هناك من مجال للتوحد، مع أنني أشك في ذلك كثيرا. لا أريد أن أثبط عزائمك يا صديقي أيها الوسام، ولكن بالمقابل أنا إنسان واقعي، أنا أنظر إلى هذه الرقعة العربية المنتشرة موتا ودمارا وسقما ومرضا من ماء المحيط إلى ماء الخليج، فلا أرى إلا اليسير، إلا اليسير اليسير من الضوء. ما نراه هو ظلام في ظلام في ظلام، دمار في دمار في دمار، سواد في سواد في سواد. أي حلم يمكن أن ينبني أن يتحقق وسط هذا كله؟ أتمنى أن تكون أحلامك يا صديقي قابلة للتحقق ذات يوم. أهنئك على مسعاك، أهنئك على إصرارك على الحلم في وقت عزت فيه الأحلام وعز فيه أيضا تطبيق الأحلام، في وقت لم يعد للعرب من وجود، لم يعد للجامعة العربية من وجود سوى بالاسم. نجد وسام شرف الدين يصر على أن يمتطي الموج عكس التيار، علّه يصل إلى شاطئ يمكن فيه أن يحقق الحلم الحلم المنتظر بدولة عربية منتظرة. الشكر لكم جميعا، الشكر للأستاذ صبحي، وأتمنى للأخ وسام كل التوفيق والسلام عليكم. شكرا لك يا دكتور علي. الدكتور علي عجمي هو سفير لبناني سابق كما أشرت، وهو مقيم في ولاية ميشيغان، وهو على رأس المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون في ديربون ميشيغان، لكن ما هو قاله يعبر عن حالة تشاؤمية كبرى، وليس هي موجهة فقط لما قاله ويتحدث عنه الأخ وسام شرف الدين. هي أنا في تقديري ما قاله ضد كل من هو يرى أنه هناك مرض بحاجة إلى علاج، من هناك عنده حالة ظمأ بحاجة إلى المياه العذبة. هذا واقع حال، يعني أنا في تقدير يعرف ذلك الدكتور علي طبعا، أنه كلما اشتدت الظروف السيئة كلما ازددت الحاجة لحلول، يعني البديل هو فقط استسلام لهذا الواقع. كل الحاجة عليك للأستاذ وسام بنهاية هذه المداخلات، لأن نسمع من الأستاذ قاسم مرتين والأستاذ وليد كيلاني من تكساس، إذا كان مفتوح عنده الميكروفونات. أستاذ وليد تفضل، من عندك. أستاذ وليد كيلاني من تكساس. شكرا أخي العزيز، وأريد أن أقول وشكرا كمان للإخوة اللي الأستاذ وسام والأستاذ بسام وجميع النقاش اللي دار. وضعنا الحقيقة العربي يعني مؤسف، ولكن أيضاً التاريخ القديم والحديث، كل هاي التواريخ عفواً تفضل. يا أوكي طيب. كل هذه التواريخ، واللي حصل مثلاً في الأندلس عندما طارق راح كان معه حفنة من الرجال، ولكن كان عنده مبادئ وإيمان وإخلاص وبعدد قليل من الناس، ونفس الوقت كانوا الإسبانيين أو هذا كانوا مفككين. ولذلك القضية هي ليست قضية عدد، وهي ليست وإنما قضية مبادئ وتمسك بها. إحنا الوصفات التي كتبت لنا بسايكس بيكو وغيرها كلها وصفات فرق تسود، وهاي عم ناخدها على جرعات مختلفة ومواقع مختلفة، وكأنه يعني العالم العربي مصاب بالألزهايمر أو قرب على ذلك. أنا أقول إنه في أمل، والأمل شو هو؟ أنه الأجيال القادمة في أساليب تفكيرها وأساليب تحضيرها والتواصل العالمي والتواصل أيضا بين الشباب في العالم كله يخلق، خلينا نقول، نوع من الأمل. ولكن هذا عاوز تفعيل،
هل ممكن أن يكون ناس يستطيعون تفعيله؟ وكمان المشكلة الكبرى هي اللي بتواجهنا كلنا في المنطقة، أنه المصالح والمطامع والكراسي كلها هاي أصبحت هي الشيء اللي يركز عليها لتفعيل الوضع السيء أو لخلق الوضع السيء وتعميقه في عالمنا. كيف ممكن كسر الطوق؟ وكيف هذا هو خلينا نقول العمل الصعب، ولكن إن شاء الله نعمل إنه يكون. والأفكار التي عرضت يعني الكل أعتقد عنده فكرة، مع يمكن تفاصيل غايبة، بس الكل عنده فكرة إلى حد ما عنها، عن ما نعاني والكثير يعانون. وإحنا لما نطلع أيضا على نشوف اللي بيهاجروا من البلدان العربية هربا منها وبيغرقوا نصهم في البحار، ما في شك إنه هذه مآسي حتى في التاريخ السابق ما كان في مثلها. نعمل لك يا أستاذ وليد، وأنت أساسا عم بتساهم بالكلمة والشعر عمال الطيبي بفلسطين وتخدم هذه القضية، وأنت بعيد عن فلسطين، ولكن قناعتك بأنه لا خيار آخر إلا ذلك، وألا يصبح هناك حالة استثناء لحالة الاحتلال. فشكرا لك يا أستاذ وليد دم. دكتورة أميرة عرفات من واشنطن، وبعدين بدي أسأل كما أشرت الأستاذ بسمة من بيروت، وبدي أعود للأستاذ قاسم إذا اشتغل عنده التليفون. بس تفضلي دكتورة أميرة، تفضلي. مرحبا، مساء الخير، شكرا للأستاذ وسام على هذه المحاضرة القيمة، وشكرا للسادة الكرام الذي أدلوا بآرائهم. أعتذر لتقديم نظرتي التشاؤمية مع الأسف، فأنا أرى أن الأقطار العربية جميعا محكومة بحكومات تابعة لدول جوار أو دول أجنبية، أمريكا، فرنسا، ولا أدري إن كانوا يستطيعوا أو يريدوا يرغبوا في عمل كونفدرالية عربية. والشعوب المفروض هي التي تعمل لأجل هذه، يعني لأجل عمل هذه الفكرة، ولكن الشعوب أيضا مغلوبة على أمرها. فحالتنا في يعني حالة في الوطن العربي للأسف الشديد مزرية، ولا نستطيع أن نتقدم إلا أن نغير، أولا أن نقضي على الأمية. يعني إذا تريد تقارن بين نسبة الأمية بالخمسينيات والستينيات والآن، نسبة الأمية زادت، وأنا أتكلم بصورة خاصة عن العراق. وكذلك يجب تحسين البرامج الدراسية، ويجب أهم شيء إقصاء الحكام المعممين المتطرفين دينيا وطائفيا. كذلك نحتاج حكومات غير فاسدة حتى تشعر بألم على الشعب، الأفراد الشعب الجياع العراة، حتى في بلد غني كالعراق. فإذا استطعنا تحسين هذه الأشياء المؤلمة، ربما نستطيع أن نبدأ بعمل كونفرايدية. شكراً. شكرا لك يا دكتورة أميرة. طبعا هو تحدث الأستاذ وسام عن جزئيتين، جزئية لها علاقة في الشعوب وانت أشرت لأهميتها، وجزئية لها علاقة في دولة القاعدة ليست موراني. كانت على الحكام مع كل ما حنسمع منه تعليق، لكن خليني أختم هالتعليقات من جيرانك في كندا أستاذ وسام، من الأستاذ فؤاد قاسم. وقبل ما يتحدث الأستاذ فؤاد قاسم نسأل مرتين الأستاذ قاسم إذا كان فتح الميكروفون عنده، وإذا عنده الصوت شغال. عندك شغال الصوت يا أستاذ قاسم؟ أوكي، عنده مشكلة بالصوت. خلاص حنختم هذه التعليقات وبعدين نعود للأستاذ وسام، نختمها مع فؤاد قاسم من كندا. تفضل يا أستاذ فؤاد. تحية للجميع، تحية لك أستاذ صبحي وإلى الأستاذ وسام على العرض اللي قدمه. وصحيح مثل ما قالوا بعض الإخوة أنه في نوع من التشاؤم وفي صعوبة، ولكن علينا اجتياز
هذه الصعوبة، وفي الأيام الصعبة نبدأ الحلول. والأستاذ وسام وضع بعض الحلول، منها التركيز على الهوية العربية والتركيز على الثقافة العربية، ونضيف عليها أنه بعيداً عن الطائفية والمذهبية مثل ما تفضلت الدكتورة عرفات، والتركيز أيضاً على دور الشباب، دور الشباب والوصول إليهم بطريقة حضارية ما بين بلاد الاغتراب وبلاد العربية، الشباب عبر الوسائل، كل الوسائل المتاحة اليوم، وببساطة توصل هذه الأفكار وأهميتها أنقاذ الوطن العربي من الدمار الهائل، والتركيز على الدور الإسرائيلي لتقسيم هذه البلاد والعباد. ولكم الشكر جميعا. شكرا لك يا أستاذ فؤاد. يعزمني يا أخ وسام أنه في الأخت هنادي حجازي من لبنان طالب تعطي أيضا تعليق أو سؤال قبل ما نسمع منك يا أستاذ وسام. تفضلي افتحي الميكروفون إذا ممكن عندي. ألو السلام، مرحبا. أهلا فيك. أهلا. شكرا كثير للمحلان ولكل الاراء اللي انقلت. تعليق بسيط، بلاقي انا انه الهويه العربيه واللغه العربيه والانتماءات المعروفه يمكن، وحتى نوعا ما يمكن الدين يجمع ويخلي نكون نفكر بكونفدراليه عربيه، ولكن اذا فكر مثلا بامريكا، امريكا تقريبا هي قاره وبيجمع اللغة، ولكن عندها دستور. يعني بحس أنا أنه لازم يمكن يكون في دستور معمول يدرس الحاجات تاع كل بلد ويتفقوا على شيء مشترك لحتى يجمعهم. ما يعني الكون الواحد يكون عربي، يكون عنده لغة، يكون هاي مؤهلات لحتى يكون يتسبب أنه يكون في كونفدرالية، ولكن ما بتكفي لحتى تأسس. لازم يكون في دراسة علمية لكل حاجات بلد ويجتمعوا عليها. بس حبيت أقول هيك. شكرا لك، نقطة مهمة جدا طبعا. والأنسة هنادي هي أيضا في عمر الشباب زي حالة الأستاذ وسام، وما تقوله صحيح يعني. والكلمة لك يا أستاذ وسام، أرجو بحدود 10 دقائق ماكسيموم نسمع منك تعليقات ختامية على كل ما سمعت. تفضل. شكرا جزيلا. يعني اشكر الجميع على هذه الاراء التي تشرفني، يعني تشرفني ان نتبادل الافكار حول هذه الفكره. يعني باستعراض سريع، الاستاذ عمر الزين، كنت اريد ان احب ان اذكر ان احد هذه، يعني حضرتك ذكرت الاتحادات العربيه، الاتحادات العربيه هي خطوه للامام في مشروع الكونفدرالية العربية أو إيجاد نوع للتنظيم للصوت العربي العالمي. أيضا هناك محاولة في تونس، وهي المؤتمر العربي في تونس أسس أعتقد في 82، ولكن هو مؤتمر على المستوى الثقافي، لم يتدخل في السياسة، وحاولت أن أتواصل معه، يبدو أن نشاطاته قد وقفت أو انتهت. ولكن هذه المحاولات، يعني هناك محاولات دائمة لإيجاد نوع من الصوت الثقافي العربي الجامع، وهو ما نحن بصدده وتحويله إلى، يعني تحويله إلى قوة سياسية. كيف يمكن للصوت الثقافي أن تكون له قدرة سياسية؟ أستاذ جمال برغوثي، أشكر مشاركتك، وتكلمت حضرتك عن العرب كميون. نعم، نحن نحاول أن نجد على المستوى الفيرتيكال، على المستوى العمودي في المشروع، أن دولة تتبنى مشروع الكونفدرالية العربية وتأسيس الدولة العربية حتى تكون هي عاصمة ثقافية لهذا المشروع. أنا حالياً أبشركم، لأنه كان هناك الكثير من التشاؤم، وهو طبيعي في واقع عمتنا في الحقيقة. أنا على تواصل مع وزارة الثقافة الموريتانية وأيضا وزارة المالية العراقية عن طريق أحد الثينك تانكس، مع وزارة الثقافة الموريتانية بشكل مباشر حول هذا المشروع، وأعمل على التواصل مع مؤسسات حكومية أخرى في دول عربية أخرى لمحاولة زرع هذه الفكرة وإيجاد، إذا كان هناك أرضية
لخلق هذا المشروع، فأنا متفائل من هذه الناحية، ويعني الذي يشجعني على التفاؤل أنني أثق بالضمير العربي الواحد الذي تؤكده الإحصاءات مراراً ومراراً. فعندما أتكلم مع الإنسان العربي في أغلب الأحيان أعتقد أنه يتفق معي، وهذا مما يسهل هذا المشروع بشكل كبير. الأستاذ عبد الناصر الخليل، شكراً لك. الوحدات التي طرحتها للدراسة في الحقيقة أكبر مثال لنا للاحتذاء به ولأن يكون حافزاً لنا ومشجعاً وملهماً. الاتحاد الأوروبي، هذه الدول المختلفة الأديان، مختلفة اللغات التي تحجبها بعضها عن بعض حواجز ثقافية ودينية ولغوية وحتى جغرافية وسياسية، وتاريخ مليء بالدماء، عشرات الملايين من الدماء. لا يوجد هناك بناية أو بيت إلا وقد بلي بالبلد المجاور له بطريقة أم أخرى، ومع ذلك تجاوزوا كل ذلك مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، بعد 10 سنين من الحرب العالمية، 1957 اتفاقية روما، اتفقوا على European Economic Community، تحولت، كانت مجموعة من الدول، كانت هي نواة الاتحاد الأوروبي الكونفدرالي. لا يقل ذلك الاتفاق عن الشام الجديد الذي أسسته القمة العربية في بغداد من قبل بضعة أشهر. يعني ذلك أقول، خلينا نتفائل من الخطوات الصغيرة التي قد تنمو إلى خطوات أكبر. غياب الأستاذ حسن مطر، كمان أشكر مداخلتك. دكتور علي عجمي، أشكرك جزيلاً دكتور علي، ويعني أنا دائماً سوف أحارب من أجل الأمل. في الحقيقة ليس لدينا خيار آخر، يعني نحن ليس لدينا رفاهية الاختيار أو الإيمان بهذا المشروع أو عدم الإيمان به. ليس هناك خيار لقيام منطقتنا أو لأي نوع من النهضة، بل حتى في حل معظم الأزمات العربية، من غير حلول تشمل العودة إلى إرادة الشعوب التي دائما تطوق إلى الوحدة. وأيضا ليس هناك مقومات اقتصادية. وزير الاقتصاد العراقي في مقابلة مع رويترز قالت له ما هي سبب يعني تلكؤكم في حل المشاكل الاقتصادية للبلد، طبعا غير أن الفساد، أيضا قال لها المنطقة مقسمة بشكل لا يمكن أن تقوم اقتصاديا من غير نوع من التعاون الاقتصادي، ليست لديها مقومات ذلك. والاستعمار عندما قسمها لم يأخذ بعين الاعتبار استقلاليتها اقتصادية. أفضل أعطاك أستاذ ويسام، بدي بس تتابع نقطة الدكتور علي لأن نقطة مهمة. يعني هو النقطة المركزية كانت في تعليقه، أنه إذا حال الأوطان بهذا الشكل فكيف تتحدث عن نوع من التكامل العربي أو الفيدرالي العربي؟ أنه عنده المشكلة هي في حال الأوطان العربية، كل واحد منا عنده مشاكله، فالأولوية التركيز في رأيه على العمل الوطني. شو رأيك أيضا بهالفكرة؟ شوف، الحقيقة أستاذ صبحي، يعني في بعض الأحيان الأزمات القطرية والأزمات المحلية هي سبب هذه التشكيلة أصلا الاستعمارية التي زرعت الانقسام منذ نشأة هذه الدويلات. في بعض الأحيان المشاريع الكبيرة والمشاريع الإقليمية تحل المشاكل الصغيرة. يعني ليس الصحيح أنه في بعض الأحيان يجب أن نحل الأزمات الصغيرة حتى نصل، خاصة في لبنان نحن نعلم أنها متصلة في مشاريع الإقليمية. فبالعكس أعتقد أن المشروع الكبير، إذا كان هناك مشروع كونفدرالي عربي، سوف يلزم هذه الدويلات وهؤلاء رؤساء العصابات في بعض الأحيان ورؤساء الدويلات والفيوداليست المحتكرين في بعض هذه الدول، سوف يدخل عليهم هذا التنين الكبير الذي سوف يمنعهم من استمرار في العربدة في الأقطار التي خلقها لهم الاستعمار. أنا أتصور أن المشاريع الكبيرة تحل الأزمات الصغيرة وتزيل بعض الاختلافات التي تكون على المستوى القطري. أريد أن أذكر أنه لدينا يعني inspiration. إذا لم نجد يا أخي inspiration، إذا لم نجد إلهاما من تاريخنا ومن واقعنا،
فلنستلهم من عدونا، ذلك العدو الإسرائيلي الذي خلق، الذي قالت جولدا مائير أنه من لا يحلم فليس بواقعي، الذي خلق من أقوى الكيانات في العالم من لا شيء، من مجموعة من الناس الذين خلقوا هوية لهم لتوحدهم وقرروا من خلالها عن طريق استعماري أن يبنوا كيانا لهم ويجعلوه كيانا قويا. يعني هناك إلهاما، يعني يجب أنه على الأقل أن تثيرنا الغيرة والحمية أن كيف يمكن لعدونا أن يصل إلى ما هو إليه عن طريق توحيد الكلمة والاتفاق على أسس مشتركة للهوية، ونحن بكل ما لدينا من طبيعة هويتنا. يعني هل يعني ذلك أن الإنسان العربي هو أقل من أن يحقق ذلك؟ كلا، تاريخنا العربي الكبير كنا وما زلنا يعني مدى الدهر في قمة العطاء الإنساني، فيجب أن نؤمن بأنفسنا ونستلهم من تلك المشاريع. المبادرات الثقافية، مبادرة المدينة الثقافية في الشارقة، مبادرة مشروع الشام الجديد الذي ذكرته، مركز الدراسات العربية في قطر، يعني هذه مشاريع رغم أنها صغيرة ولكنها نفحات أمل يجب أن تثير لدينا التفاؤل، كما أن السيتباكس والمشاكل تثير لدينا بعض. أنا لا أستطيع أن أطيل أكثر من ذلك. الشباب أستاذ فؤاد قاسم، الشباب سوف يخسر هويته إذا لم تكن تلك الهوية مصدر عزة، لن يستطيع أن يقف أمام ما تتهدد، ما يتهدد الهوية العربية كل يوم، وخاصة الشباب العربي المغترب وتلك الطاقات الهائلة الفكرية العربية، لن تقف في مواجهة ما يتهدد الهوية العربية إذا لم تكن الهوية العربية محصنة بمشروع على الأرض، يعني manifestation لإله، تجلي لإله على الأرض، يقوم على مستوى يعني رفع المستوى العزة والكرامة والانتماء للشباب العربي. فليس لدينا خوار، يعني نستطيع أن نحمي الهوية العربية ثقافيا، بس there is a half life for this، يعني لن يكون المفعول مستمرا أكثر من ما نأمل، إنما ما يحمي تلك الهوية أن تتبلور على الأرض. يعني مثلا يقول بعض المفكرين اليهود أن ما حمى اللغة العبرية هو تأسيس دولة إسرائيل. تخيل، حتى لغتهم كانت مهددة بالاندثار لولا وجود ذلك الكيان والمشروع السياسي الذي تبنى تلك اللغة. الأخت هنادي حجازي، أحييك وأؤكد على كلامك 100%، ولذلك أنا قمت في دراسي للسنة ب 2018 لجميع المواثيق العالمية منذ صحيفة المدينة إلى الدساتير الحديثة، وقمت بجمعها تحت عنوان الإعلان العالمي للقيم الإنسانية، وهو مرفق في الكتاب. فأنا أؤكد على كلامك، الدستور والقيم هي قبل المشروع السياسي. المشروع السياسي إذا قام على مبادئ وقيم هشة لن يقوم على شيء، ولن يعني يستطيع أن يستمر في البقاء. فأؤكد على ذلك، ولذلك ألحقت تلخيص لعشرين قيمة من القيم الإنسانية اليوم التي أي عمل سياسي ومشروع سياسي أو ثقافي يجب أن يقوم عليها. وأشكركم جزيلا، وأتمنى أن تكون تلك النفحة الثقافية يعني مشجع لنا للاستمرار في الحديث والتفكير حول ما يقوم بنهضة أمتنا. بارك الله فيك يا أستاذ وسام، وكما قلت لك حينما تعرفت عليك أنك أعطيتني نفحة أمل بمستقبل أفضل، أني أجد في داخل أمريكا وليس في المنطقة العربية شاب مثلك يتفاعل بهذا الشكل مع قضايا وطن وأمته، وأيضا بالجانب الفكري المهم، وأيضا الحديث عن الهوية كما سمعت اليوم من الأستاذ وسام حديثه وما تعني له الهوية العربية وكيفية تحويلها إلى واقع وحياتي، إلى واقع حياتي عملي لدى من هم في المنطقة العربية ولدى من هم في دول خارج المنطقة العربية، وأيضا كيفية ربط كل ذلك بأنه هو الخيار الوحيد الذي لا يمكن المراهن على غيره. لكني أضيف أنه
أيضا ندوات من هذا النوع ووجود أشخاص كالذين يشاركون في هذه الندوات ويتحدثون فيها، ومن ضمن الدكتور علي الذي ينشط أيضا في ميشيغان روم التقاعد من العمل الدبلوماسي، أن يعني يكون حريص على العمل في إطار، وهو شاعر وأديب أيضا وليس فقط دبلوماسي، أن يعني يكون حريص على الثقافة العربية واللغة العربية. هذه كلها نفحات أمل، طالما هناك شخص واحد من أصل 300 مليون عربي يفكر بهذا الشكل ليبقى لدينا الأمل، لأنه ممكن أن تكون من خلال هذا الشخص. وهذه مسيرة شعوب كلها، يعني كان يقول له ماو تسي تونغ مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، والتغيير ل 300 مليون قد يبدأ من شخص واحد. فأرجو إن شاء الله أن جميعا تكونوا بصحة وخير، وأن نداوم جميعا على هذا التفاعل الفكري والثقافي والسياسي حتى المهم جدا بين من هم ينتمون لهذه الهوية العربية. فإن شاء الله لما نرسل الفيديو عن هذه الندوة سأضع بشكل خاص يعني كيفية الحصول على كتاب الأخ وسام شرف الدين، وأيضا على كتاب سايكس بيكو الذي تحدث عنه الدكتور بسام نعماني في بداية هذه الندوة. وعلى أمل إن شاء الله اللقاء يوم الجمعة القادم، لا ننسى نحن يوم التنين مساء أو التنين يعني ستكون هناك عودة إلى مفاوضات فيينا بين إيران والدول الموقعة على اتفاق 2015 والولايات المتحدة، وهذا يعني أمل كبير أن يكون بداية أيضا تحسن أوضاع في المنطقة العربية، لأنه تماما كما أشار الأخ وسام المشاكل الوطنية العربية التي نراها الآن والدموية حتى هي ليست حالة خاصة بوطن معين، هي انعكاس لهذا واقع الحال العربي العام ولما أشارت إليه الدكتور أميرة من دور إقليمي ودولي وإسرائيلي ومزيج من هذه الأمور تحدث على الأرض العربية. نرى في كل وطن وبلد عربي جزءا منها، لكن انظروا للغابة من بعيد وليس للشجر التي تحترق، ستجدون أنه حال واحد في المنطقة العربية كلها، والمستهدف في المنطقة هو المنطقة ككل وليس فقط يعني وطن معين. فأمل إن شاء الله أنه اجتماع التنين مع إيران أن يكون بداية أيضا لإنعكاسات إيجابية على أزمات إقليمية. لذلك سيكون موضوع ندوتنا الجمعة القادم أنه في حال عودة الولايات المتحدة اتفاق الدولي مع إيران، كيف سينعكس ذلك على أوضاع المنطقة العربية والأزمات المتفجرة فيها. هذا موضوع نقاشنا إن شاء الله يوم الجمعة القادم. وبعده بعشرة ديسمبر يوم الجمعة 10 كانون الأول حيكون معنا الدكتور هيثم منا للحديث في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عن القضية الفلسطينية وواقعها، وأيضا عن أهمية الاهتمام بهذه القضية على المستوى العالم وليس فقط عربيا وفلسطينيا. شكرا لك يا أخ وسام، وشكرا لكم على المشاركة في هذه الندوة، وإلى اللقاء إن شاء الله يوم الجمعة القادم.